من القدس رحب مباشرة بمدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خليل. توضيحات أكثر حول هذا المشروع، عن ماذا نتحدث تحديدا في مخاطر التهويد التي تقوم بها دولة الاحتلال على مدينة القدس المحتلة؟ هذا الموضوع هو موضوع نقل ملكية الأراضي من أملاك فردية أو أملاك عربية إلى صندوق أو صندوق الكيرن كيامت أو الصندوق القومي الإسرائيلي، بمعنى وقف هذه الأراضي وعدم بيعها إلى أي كان. حقيقة هذا المشروع الإسرائيلي الذي بدأ في بعض المناطق هو أنه استغلت أنه بعد عام 1967 ووقفت أعمال التسوية، بمعنى أن هذه الأعمال لأصحاب الأراضي غير معروفين، وجزء من هذا أصحاب الأراضي موجودين في الولايات المتحدة أو موجودين في مناطق مختلفة، وبالتالي أصبحت هذه الأملاك ستدار من قبل حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي. اليوم قضية عملية التسوية أن الجانب الإسرائيلي هذه الأملاك التي هي بأسماء أشخاص عرب ستنقل بشكل مباشر بعد أعمال التسوية إلى الحارس أو إلى الدولة العبرية، بمعنى نقلها إلى الصندوق القومي الإسرائيلي الذي لا يبيع هذه الأراضي إلى أي جانب، بل تستعمل إلى الجانب الإسرائيلي. هل نتحدث قبل ذلك تفسير حول أعمال التسوية؟ يعني هل نتحدث عن نقل قانوني لهذه الملكية من أصحابها الأصليين، وسواء كانوا أفراد أو شركات، إلى هذا الصندوق الإسرائيلي عن طرق قانونية ويتم دفع مبالغ مالية؟ هذا ما نقصده في التسوية سيد واسل، عفوا سيد. نعم، هذا الحقيقة هي أعمال التسوية، تسوية الأراضي، يعني بمعنى نقلها. هي قانوني مش قانوني، لأن هناك دولة احتلال، وبالتالي هذا إذا اعتبرناه بالقانون الدولي غير قانوني. لكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يريد أن يقونن هذه القضية، بمعنى نقل الملكيات من ملكيات يهودية أو ملكيات عربية إلى الكيرن كيامت. الخطورة هنا يعني هذه القضية أننا كفلسطينيين في فترة ما استطعنا أن نشتري أراضي من اليهود الأشخاص كإسرائيليين، وبالتالي بنينا أبنية عليها. اليوم الجانب الإسرائيلي شعر بمدى خطورة هذا الموقف، وهذه الخطورة أنه يريد أن ينقل كل هذه الأملاك، سواء كانت أملاك تعود إلى يهود أو تعود إلى عرب غير موجودين بالمنطقة، إلى الصندوق القومي الإسرائيلي. وأقصد هنا الصندوق القومي يعني وقف هذه الأراضي لصالح اليهود. وهذا ما حدث، يعني حتى عندنا في الأردن استطاعت الحكومة الأردنية أن تشتري حوالي 20,000 دنهم من أراضي الصلب تحت أسهم اليهودية، وهي كان يملكها أحد اليهود، واستطاعت أن الحكومة الأردنية أن تشتريها. أما لو كانت في أسهم الكيرن كيامت فإنه لا تستطيع أن تبيعها. وهنا نستطيع أن نقول أن الجانب الإسرائيلي بدأ خطوة كبيرة جدا باتجاه عملية التهويد وعملية نقل الملكيات والأسرلة في منطقة القدس. طيب الآن هل نملك خرائط واضحة أو إحصائية واضحة لعدد ومساحات هذه الأراضي وعددها، وما الخطورة الآن أو كيف تتوزع هذه المناطق بمساحاتها حول القدس المحتلة؟ أنا عضو في اللجنة العليا التي تم تشكيلها من قبل السلطة الفلسطينية. هذا اللجنة استطعنا أن نحدد الأماكن ونتحدد، هي حوالي 2500 دنم بأسماء يهودية، وهنالك مناطق لا نعرفها حتى هذه اللحظة، لأنه هي نقلت ملكياتها، مثلا كما فندق شبرد وهو اعتبره أملاك غائبين ستم نقله إلى الجانب الإسرائيلي أو للصندوق القومي الإسرائيلي. هنالك أملاك شخصية يهودية ستنقل إلى الصندوق القومي، هنالك أملاك أخرى. هذا عندنا في حوالي 2500 دنم. الخطورة هنا أنه في بعض الأحياء في منطقة الشيخ جراح، ولا أقصد في الشيخ جراح القضية القديمة، لا، في هنالك قضية أخرى في الشيخ جراح، أنه هنالك فلسطينيين يسكنون على هذه الأرض يتم ترحيلهم، وأيضا في منطقة كفر عقب سيتم ترحيل هؤلاء العرب عندما تنقل هذه الأملاك من أملاك إلى أملاك يهودية. أشكرك على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية السيد خليل التفكجي، شكرا لك.